وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة وعبر الهاتف سعادة السيد يوسف الغتم، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. مساء الخير أستاذ يوسف، ما هي انعكاسات هذا الإنجاز على مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي؟ نحن نتحدث عن مؤشر مهم جدا على مستوى المنطقة والعالم، تدخل فيه 141 دولة، ومعني بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. مرحبا أخوي عبد الرحمن، مسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا، ونشكركم على الاستضافة. طبعا يعني فرصة سعيدة نبارك فيها للبحرين وقيادتها الكريمة وللسادة المشاهدين، ونعبر عن اعتزازنا وفخرنا بحصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربيا وفق مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال، والذي يعد تقدما مستحقا ناتج من ما تتميز به البحرين من بنية تشريعية قائمة على أفضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي، واتباع أفضل السبل في وضع الأطر القانونية والتنفيذية الصارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إن تبوء البحرين لمراكز السبق والصدارة في المؤشرات الإقليمية والعالمية وتحقيق الإنجازات النوعية نابع من السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤية الصائبة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وألبسه لباس العافية وعاده لبلاده سالما معافى، ومتابعة حثيثة لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، كما أن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة رئيس وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، نعم، وحرص الأجهزة الأمنية المختصة والتعاون القائم بينهما ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي والنظام المالي بهما العالي الدقة، نعم، والواسع الخبرة وعمل اللجان المحترفة كان لهما الأثر الفعال لبلوغ مثل هذه الإنجازات والمراكز المتقدمة في مجالات عدة. نعم، سعادة السيد يوسف الغتم عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.